أنا أصلي إلى الكرسي، جاء أحد الشباب يريد أن يأخذه، فما حكم ذلك؟ الكرسي كان سترة. نعم، يعني يقول وضع الكرسي سترة وأثناء الصلاة جاء أحد يأخذ الكرسي، لا مانع أن تضع يدك على الكرسي حتى لا يأخذه، وإن أخذه لا شيء عليك، إن أخذه لا شيء عليك، لكن لا مانع من الحركة هنا، هذه حركة لحاجة.